سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن الاحوال. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. البنات راح نتقاسم معكم في فيديو نهار اليوم اسهل فصاله واسهل خياطه، حبيت نعاودها معكم. سبق اني تقسمتها مع اوائل ما فتحت القناه ودرتها لكم في العيد الصغير. كاين اللي ما فهموش عليا وقعدوا يطلبوا يعني وينسيستيو اني نعاود لهم الموديل تاع لاساغيان او قندوره العشر دقائق. 10 دقائق ماهيش 10 دقائق، راهي شويه مبالغه مني، لكن يعني انا بالنسبه ليا يعني نفصلها ليه ونخيطها ليه يعني ما تاخذش مني وقت خلاص تلمو نزرب فيها. يعني انا هكا بفاسون دو باري نقول في 10 دقائق كملتها. البنات هذه اسهل قندوره، ما تحتاج لكمش وقت، ما تحتاج لكمش فصالات كثيره، وما تحتاج لكمش لا فورنيتور، يعني جوست ان غالون ماروكي او حطوا الزينه اللي تعجبكم انتوما اللي تحبوا انتوما، وكان اللي يخليها فارغه ثاني تصلح. انا بيرسونيلمون نحط لهم خيط الحنه لي موديل هادو ساريان، نخيطهم بلا ميم فاسون، لان جينيرالمون كنادري كامل نلبسهم بالطريقه هذه. ما تشوفوش هذا هنا راني مدايره، درت كنادر بالدرعين، درتهم سبيسيال للتصوير، يعني الا كان شفتوني ديما نلبس فيها هذه راهي سبيسيال للتصوير، ماهيش هذه فرد كندوره نلبس فيها. تلاقيت بعض التعاليق يعني ناس ربي يهديها يديروا دي رمارك في اشياء تافهه كما هك. المهم البنات لاساريان اسهل حاجه واسهل خياطه ممكن تتعلموها. تبعوا مليح الفيديو البنات، تاكدوا من واش راني نقول ومن القياسات اللي نمد. ديروا كراس والقلم، وما نملش اني نعاود لكم ونقول لكم كراس وقلم ومركيو كلشي واش قاعده نهضر فيه. المهم ما تمركيوش، نهضر غير على الخياطه، ما تمركيوش هضرتي كامله البنات. انا عندي قماش هنا عادي، يعني الكتان العادي تاعنا، ماشي يعني من الفاخر ولا من الغالي، هو قماش عادي. طبق على اربعه، السفيفه راهي هنا راهي في الكتاف، يعني طبقتها نورمال يعني كيما نشريوه ميتاتين، حطيتهم كيما راهم. القماش قلنا مطبق على اربعه، خرجت هنا هذيك الزياده او الديفو خرجته هنا على برا، ونجي نحط القياسات. هذا القياس راهو يلبس ما بين من الكارون حتى الكارونتويت نورمالمون، هكا من الاكس ال، من الال اكس ال والدوز اكس ال، ربما حتى 3 اكس ال، والله لا مانيش متاكده، سمحوا لي البنات مانيش متاكده، حتى نشوف عندي الريجيستر اون فاس ليا نشوف قياسات الزبونه. لكن مترتين قماش راهو يلبس حتى 120 دوره الصدر، يعني واحده يعني اللي فريمون تقدر تقولوا بصحتها تقدر مترتين تجيب لها اون غوب نورمال. نشوف شكون القط اللي عندي باش نحوزوا عليا وخليوني نخدم. البنات اول حاجه نحطوها نحطوا الرقبه راح ندي 8 سنتيم. الكتان تولهوا منو يا البنات كي تجيو تفصلوا، كيعود كتان ماشي يعني النوعيه المليحه راهو من بعد يتشرع ويتحل، ولا كيما نقولوا حنا يسيح، يعني حاولوا يعود ما عندكمش لا فيزلين وما راحينش ديروا موديل بلا فيزلين، حاولوا انكم ديروا حذركم وتنقصوا في القياسات. نحط 8 سنتيم تكفيني، وندي الدائره نقدر نهبط الدائره من 3 حتى 4 سنتيم، حطيت انا 5 كيلو تروح سنتيم يقعد لي 4. على 2 الكتاف عندي 40، الكتاف عندي فيهم 40، نحط 20، القياسات راهي على 2 في الكتاف، على 2 نحط 20 ونهبط باتنين سنتيم. من بعد لي مونش راهم لاصقين في القندوره. لي مونش يا البنات كل وحده تحط لا مونش اللي تحبها، يعني كل وحده تحط طول لا مونش اللي تحب. كاين اللي يحبوا لا مونش 25، كاين اللي يحبوها ب30. انا نشوف هنا 30، ويني هاي 30، يعني راهي تكون القندوره هابطه بزاف. نو مش 30، 25 في المترتين راهو يجيب لكم لا مونش طولها في 25. هنا خرجت الديفو سو كيفي يقعد لي 25 في لامونش. اللي ما تحبش الدراع يكون هابط لها مثلا هكا هنا بزاف تقدر تزيد تطلع شويه، هي واش تحب، تقدر تحط حتى 20، هي حره. انا هنا راح نحط 20 بكفايه، يعني ما تكونش لا غوب معريه خلاص، او يعني تكون عادي تجين كيما نقولوا هنا، ماهيش في المرفق وماهيش على ماريا خلاص، جوست فوق المرفق بشويه. نحط لاماره تاع لي مونش، نهبط حرده الابط، نزيد نكمل الهبطه تاع 2 سنتيم اللي كانت في الكتف ونكملوها في لاغوب، راهي ترجع دوبل.
انا هبطت هنا في الكتاف، على الكتاف على زوج 20 سنتيم، هبطت 2 سنتيم الهبطه تاع الكتف. لما نجي نكمل الهبطه تاع الكتف راهي تخرج لي ب 4 سنتيم مع الدراع. في ال 4 سنتيم هادو بعد ما هبطت 4 سنتيم نجي نحط حرده الابط او فتحه القندوره. هنا ما كانش حرده الابط تكون هنا في لاغوب، هذه لا مونش لاصقه فيها اللي هي الصاغيان تكون مخيطه بالطريقه هذه، او لي غوب الصحراويه او القندوره الصحراويه. نهبط هنا ب 25 وندير حساب انه تروح سنتيم في الخياطه من وسنتيم في الخياطه من، تقعد لي 23. هنا عندي فتحه الذراع. من بعد ندي دوره الصدر تاع السيده. عندي دوره الصدر 112 دوره الصدر يا البنات نقسموها على اربعه، الصدر والخصر والارداف نقسموا القياسات للدوره كامله على اربعه ونحطوا فوق القندوره. عندي دوره الصدر هنا اللي نحطها مع خرجة الذراع اللي هي هبطت هنا 25، نحط دورة الصدر، ندير لامارا طبعا ونزيد الأريحية، هذه لاغوب ما تجيش تلبس سيغ تاي. البنات حبيت ندير توضيح فقط، كاين اللي قالوا لي كيفاش نعرف وين نحط مقاس حردة الإبط أو دورة الصدر. جينيرالمون دورة الصدر تجي مع حردة الإبط، مش في كل الحالات، سا ديبون لا كوربيلونس تاع لا بيغسون، مي جينيرالمون اللي هي المعهود واللي معروف ومعمول به، أنه عندنا الهبطة من الكتف لاطاي هي 40 سنتيم، نقسموها على النص نلقاو دورة الصدر، هذه يعني كقاعدة. أنا هنا ما نحتاجش حصر شويه باك تشوفوا البنات، انا هنا ما نحتاجش دوره الخصر او دوره الارداف لانه لا غوب تجي صاغيان، يعني نجي من دوره الصدر نزيد ندي عليها ثلث اصابع اللي هما من بعد يروح لي سنتيم في الخياطه يقعدوا 2 سنتيم لتكون لا غوب تتحرك فيها السيده بكل اريحيه ما تكونش ضيقه. هنا نجي نحط المسطره العجيبه تاعي، سامحوني البنات الصوت بدا يروح، ونخرج صفر في القماش. شوفوا كيف حطيت المسطره باش تشوفوني، المسطره حطيتها من النقطه اللي حطيت مع دوره الصدر مع دوره مع خرجه تاع الذراع، ونجي نهبط دغوا حتى نخرج هنا مع صفر في القماش. هذه هي البنات فقط، ولا اسهل. انا راح نفصل ونرجع لكم قبل ما نروح للفصاله يا البنات. ندير لكم واحد ملاحظه، هي الخرجه تاع الذراع كنا نديرو حرده الابط بالتدويره هكا للفوق، هنا خرجه الذراع هي اللي نجيو نديرو لها زي حرده الابط ونجي ندوروها باش ما تقعدش زاويه قائمه. هذه هي باينه البنات، ان شاء الله برك يعني الطباشير يكون واضح. دوك انا نفصل ونرجع لكم، تبعوا معايا البنات نكمل لكم مراحل الفصاله. فصلت الرقبه ودرت لامارا نتاع الرقبه الاماميه، راح نهبط ب 23 سنتيم، 22 يكون احسن، قلنا الكتان راهو يسيح وحده، ندير 22 وتروح سنتيم في الخياطه في الكتف، يكون هذاك هو نورمالمون. نحي الهبطه تاع الكتف، عدلت هنا لا مونش، خليت حق الخياطه، هذا اللي نحي منه من الجانب هو اللي نسجف به الرقبه، وكملنا الدفار نحيت القطعه هذه اللي باش ندير قندوره المدوره من تحت. هذه هي الفصاله يا البنات، ولا اسهل. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ودرك نروحوا للماشينه. جينا للخياطه يا البنات، قصيت هذا الشريط اللي به راح نسجف بطريقه لوبيي. جيت نخدم البنات لقيت البره تكرشت، يعني راسها تردم، حبيت نتقاسم معاكم التدبيره.
هي الحجره هذه. انا دائما معايا حجره هك صغيره، وين نخيط تلقى عندي حجرات حلو صغار، يعني انا كنت ديما نلقط هكا الحجيرات ونحطهم معايا في الماشينه ونملس فيهم الراس. هذه تدبيره قسمتها معك من قبل، لما جيت نخيط لقيت انه البرات ردمت او راسها تكرش، حبيت نعتلكم يعني كتذكير. مش البنات كاملين يدخلوا معايا للفيديوهات كاملين، وكاين اللي ما شافوش الفيديوهات السابقه، وكان اللي يطرحوا عليا اسئله تتعاود في لي كومونتير، والاجوبه راهي في فيديوهات سابقه. البنات دخلوا دوروا شويه في القناه، شوفوا الفيديوهات السابقه الا وان تلقاو حاجه اللي تفيدكم ولا حاجه اللي كنتو تحوسوا عليها. دوك شوفوا الراس لما نحكو هنا كيفاه يرجع جديد والبرا يرجع لها عمر خلاف. دوك انا نركبها ونرجع لكم. نتقاسم معكم طريقة استجاف يا البنات، طريقة استجاف باللوبيي. نجيو نديرو شريط من نفس القماش، كاين اللي يستعمل لوبيي لكن هي نفس الطريقة. هنا وجه القماش، نحط الكتان أو الشريط على الوجه، ندير بوان داغي ونجي نمشي. الرقبة راهي مدورة، نحاول الرقبة نحلها في الشكل دغوا، يعني تجيني قد مع الماشينة، ونحط هذا الشريط ونمشي الخياطة. الخياطه ندي نصف سنتيم، سنتيم ما كاملش البنات، يعني نمشي في عقلي ما نزلش روحي، ما نتكاش على البيدال بزاف حتى ندور الرقبه كامله. البنات اللي عندكم مشكل في تدور الرقبه باش تجيبوها قد اللي يهرب لكم ولا تجي الخياطه زيكزاك، ما تتكاوش على الماشينه. وراني نعدت لكم منين تنقص سرعه الماشينه، نقصوا في الماشينه وخيطوا في عقلكم حتى وين تدربوا وتحكموا يديك مع الماشينه تم تقدروا تحلوها عادي. فقط يا البنات درك نقلبوا الخياطه للداخل بالشكل هذا هك، ونزيد هك، ونعقب الخياطه. درك انا نخيطها ونرجع لكم. نود 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 ماما نود. البنات نسجل في الرقبة، حبيت نعتلكم في الدورة تاع الفي لما نجي ندور الشريط كيفاه نعملو. شوفوا يا البنات هنا الشريط وهنا الفي، شوفوا كيفاش نهز الشريط. لما نهزو ونحط الجهة المقابلة تاع الشريط تاع القماش نحطو على الرقبة، حطوه هنا. هذا الواقف هو اللي نرجع نتكيه ونكمل نخيط. طبعا نكمل نخيط لما هذه تخليني سي بون حكمت بلاصتها، هي دوك راهي قاعده فوق كتفي، تعلمت انها تقعد على كتفي وانا نخيط. دوك ديت فيها الطبيعه. شوفوا البنات وندور هذه كامل تقسمتها معاكم، وما نملش اني نعاود لكم يا البنات حتى تقولوا لي اكتفينا وتقولوا لي سي بون تعلمنا وتقولوا لي سي بون افهمنا عليك. سي بون البنات دوك انا نكمل الخياطه نتاع العقده، يعني انا نكفها يعني نخيط الخياطه للداخل قبل ما نروح. نعطيكم انه لازم نكرونتي المكان هذا اللي هو الفي، لازم ندير هكا قصه صغيره. طبعا ما نوصلش الخياطه اللي باش نجي نقلب الشريط الداخل يتقلب بكل سهوله بالطريقه هذه. وقلنا نجي نطوي الشريط بالطريقه هذه ونزيد نطوي طي خلاف. هذه هي السجاف بطريقة لوبيي. دوك نجي نحط هنا ونخيط ساير داير على الرقبة. سجفت الرقبة يا البنات، طبقت القماش على زوج باش ندير لاتخاص نتاع الرقبة وين وين نهبط الكالون. الكالون المروكي راح نحط هذا سفيفة، حنحط هذا بك كاين نفس اللون في القندورة ولقيتو انه خارج عليها، راح ندير وحد ما ينزل يعني كلشي كلشي ما نفوتش 35 سنتيم. نوصل ابري هنا، ندير لاماره اني نوصل هنا في الكالون يعني في النص. وهنا هنا سجفت الرقبه بالطريقه هذه
سامحوني البنات، انا القطه تاعي تحب تقعد معايا. كاين اليوم راهم مخلوعين من الكبش في لاكو برا، راه مخلوعين منه سو كيفي، راهم متخبين عندي. هادي ما حبتش تخرج لي خلاص، وهي قاعده عندي. شوفوا واش قاعده دير فيا. هذا الزايد طبعا نقطعه، نركب الخلف مع الامام، نجيو للكتف البنات، نحطو الكتف مع الكتف، نتاكد انه القطعتين تجي مع بعضاهم. اللي ما موالفينش او المبتدئات دائما نعاود نقول لكم اقفلوا باللي زيبانغ البنات، استعملوا دبابيز راه يفيدكم بزاف، تتحكموا يديكم. هلا نحكم بالبانغل ونجي نحط. طبعا كي تحصل لي هذه منا، شوفوا يعني نهار اليوم قالت لك غير نقعد معك وما نتحركش. نجي ناخذ سنتيم على الحاشيه ونخيط، ندير بوين داري ونبدا. طبعا نجي نقفل الكتف الاول، من بعد نزيد نقفل الكتف الثاني، وندير لهم سيرفيلاج او ندير لهم زيكزاك. عليه نقفلهم في زوز لانه الريغلاج تاع الخياطه والزيكزاك مش كيف كيف، يعني لما نخيط نفض نروح نحل الميزان او نرخف الخياطه، بعد ما نرخفها باش ندير الزيكزاك. بعد ما نقفل الكتف وندير لهم الزيكزاك نرجع للدرعين، ندير سيرفيلاج على الحاشيه ونطي، ندير طيه واحده ونطبق. ولا كان عندكم القماش بكفايه ولا اللي ما عندهمش الزيكزاك طبعا يديروا طيتين، يعني يطويو سنتيم او نصف سنتيم مع سنتيم، ويديروا الكفه عادي ويجيو يحطوا القالون تاعهم. انا هادو كامل دوك نديرهم ونرجع لكم. نكمل نركب البنات في القالون، حطيت ركبت للدرعين ودوك راني راح نركب للرقبه. نعطي لكم برك كيفاش نبداو. انا نجي هنا ورا الكتف من لورا، يعني هذا الكتف هنا الامام، هذا من لورا حاسس بزعف عيني. هنا نحط القالون او السفيفه يعني اللي راحين تركبوه او الزينه اللي راحين تحطو، نبداوها دائما ورا الكتف. نروح نعمل الدوره على الرقبه ونهبط مع الهبطه تاع الامام، يعني نهبط واحد من الكتف للطاي 35 ونرجع ندور ونزيد نروح للرقبه ونوصل للمكان اللي بديت منه. هكا يعني باش تكون عندي اون بون فينيسيون، هاي هنا يعني نرجع في المكان اللي بديت عليه ونعمل الطريق تاع زيكزاك تقتل القالون هكا باش ما يتصنصرش طبعا، وندوبلي الخياطه. نكمل يا البنات ونرجع لكم. قبل ما نقطع البنات ولا نقص نعتلكم كيفاش نكمل القالون، يعني هذه تكون من نوع من لافينيسيون. القالون هنا بديت ورحت ورجعت، لما نجي نحطه فوق بعضه ونجي نعمل ان زيكزاك نروح ونجي، يعني باش نحكم لي دو بارتي مع بعضاهم، يعني نحكم القالون التحتاني والفوقاني مع بعضاهم ونقطع الزايد. هكا البنات دوك نجي هنا في الجهه هذه ونعمل الخياطه الثانيه. كملت ركبت القالون البنات، حبيت ندير لكم ملاحظه فقط انه لما تخدموا لي قالون دائما حاولوا تستعملوا نفس لا كولور نتاع الخيط، يعني اللي كان عندكم الخيط اللي نفسه زي القالون يكون احسن، والا ما عندكمش ولقيتوا ولا القالون فيه دي كولور بزاف استعملوا الخيط ترونسبارون يكون احسن. الخيط ترونسبارون كان سبق اني هضرت لكم عليه اللي هو هذا، حاولوا يعني تفينيوا الخدمه فيه مليح، ومن تحت تقصوه اغا يعني غا يعني مع القماش باش ما يجيش يدق، ولما تخدموا به يكون هو المسيري من الفوق، يعني ما يكونش مرخوف خلاص، هو يعني دو ناتور يسيري، يعني كي تحطوه في الماشينه مش كيما الخيط، سي با لو ميم ريغلاج كيما تاع الخيط، يعني كي تنحيوا الخيط وتحطوا هذا تلقاو هذا تسيره بارابور للخيط، ولما يعود مسيري راهو يجبد الخيط على كانيت شويه الفوق. عاودوا رخفوه
خاطر كون تخليوه هكيك راهو يكمش لكم الخدمه. عاودوا رخفوه ودو سورت يعني شوفوا من تحت على اساس انه تجي متوازنه ما بين الخيط نتاع لاكانيت والخيط هذا الفوقاني، يعني يكونوا كيف كيف. هذا بين قوسين. وكملاحظه البنات دوك انا وصلت لمرحله اني نقفل قندوره على الكوتي وندير لها الكفه وخلصت. كفيت القندوره يا البنات، استعملت كفه عاديه طويت سنتيم ولا سنتيم خلاف، يعني كفه دوبل. البنات عندكم مشكل في الكفه تاع الكتان لما ما ديروش بالشريط الفيزلين، وللعجب انه مازالوا يستفسروا علاه تستعملي شريط الفيزلين. يا البنات يا البنات، شريط الفيزلين راهو يتباع على اساس باش نكفوا به، راهو اصلا مخدوم للكفه، مش حنا اللي نستعملوه للكفه، لا هو يتباع على اساس تخدم به الكفه، هو مخدوم للكفه وفقط. يعني ان شاء الله ما تزيدوش نلقى استفسار على شريط الفيزلين. هنا ما استعملتش شريط الفيزلين، كفيت كفه عاديه، يعني العاديه هي انك تطوي القماش على خطرتين ونكفي نكفو بالطريقه هذه. البنات كاين اللي كيكفوا القماش يجيهم مش مستوي، ويعني الكفه تجيه مبرومه فقط مثلا كيما هنا تجيكم هكا. وكاين اللي بغاتي يعني يحدوها ما تهبطش، واش تقدر دير انك تجي تعقب خياطه ثانيه على الحاشيه نتاع الكفه من الجهه اللي من تحت، يعني الكفه ترجع بزوج خياطات يعني هكا وتتطرح وتعود يعني ما شاء الله. فقط البنات ترجع لكم بالقندوره فوق المانكا. كان هذا الشكل النهائي تاع القندوره يا البنات، حطيتها لكم تشوفوها. ان شاء الله الموديل يكون عجبكم، ما تاخذش وقت، خفيفه ظريفه ما فيهاش لا فورنيتور بزاف. تديوهاكم ايدي يا البنات، سواء يحبوا يلبسوا في الدار وسواء يحبوا يخدموا المشاريع، يعني مشروع مربح جدا. وانا سبقت اني اتكلمت على القندوره هذه في فيديو سابق. البنات اللي قالوا لي تعطينا سعر البيع، انا هادو سيدي غوب كوموندي، يعني تكومونديو لي من عند لي كليونت نتاعي. هذا الموديل خدمت منه الخير والبركه، يعني الموديل القندوره تجبد خوتها كامل 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 في نفس الموديل، يعني كل بالطريقه هذه وحاجه يعني ما تطولش وما تحكمش اليد. انا نحسب في خدمه يدي فقط 80000 مع هاد لي فورنيتور، دائما نوصلها ل 100000. يعني انا القندوره كلشي عليا ابار القندوره تاع مولاتها 100000. وطبعا الا كان القندوره انا اللي يعني شريتها ولا انا من عندي القندوره، طبعا نزيد حق القماش. طبعا القماش راهو كاين من 50 60 70 80، وطلع حتى القندوره تاع اللي نخدموا بها يعني الموديل هذا، حتى القندوره تاع 120 حسب المنطقه وحسب الولايه. القماش راهو يتبدل في السعر نتاعو. البنات نقول لكم ان شاء الله الموديل يكون عجبكم، نقول لكم يوم جميل يوم موفق ومع السلامه.